تحية تربوية خالصة للأساتذة وللتلاميذ. نعلن افتتاح ملعب كرة الحديدية لأول مرة في إعدادية مولاي إسماعيل. فهذه البادرة يشكر عليها الدكتورة أساتذة التربية البدنية الذين أدخلوا هذا الصنف لأول مرة ضمن الأنواع ديال الرياضات المسموح بها داخل الإعدادية أو الإعدادية. ولهذا أطلب من التلاميذ والتلميذات الحفاظ والمساهمة في المحافظة على هذا النوع من الرياضات الجديد سيادة المدير ناسي مصطفى الأستاذ التربية البدنية. بسم الله، السلام عليكم. أولا أتقدم الشكر الجزيل للسي الدكتورة على هذه البادرة الطيبة، وهو اللي كان عنده هذه الفكرة هذه السباقة باش أننا نفتتحوا هذا النشاط الرياضي اللي أول مرة إن شاء الله غيكون الانطلاقة ديالو هنايا في المؤسسة ديال ولا الثانوية الإعدادية ديال مولاي إسماعيل. وكنعاود نقدموا ليه الشكر، وإن شاء الله نتمنى أن تلقى استحسان عند التلاميذ ونمشيو بها بعيد إن شاء الله.